ولا رسائل هذه الحلقة، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل عين عين ميم أخونا، يقول أرجو إفتائي في أمري، إنني رجل متزوج وفي يوم من الأيام حدث شجار بيني وبين زوجتي وكانت غضبانة مني وقالت لي طلقني، وأنا لم أنوي الطلاق، وقلت لها استعيذي بالله من الشيطان، ولكنها تحدثني وقالت إذا أنت رجل طلق، وقلت لها أنت طالق، وخرجت ورجعت لها في نفس اللحظة وأرجعتها، وبعد مضي 7 سنوات حدث بيني وبينها شجار وطلقتها وهي في الحيض، وكانت في اليوم الرابع من الحيض، وأرجعتها في اليوم الخامس من الحيض، ولم ألفظ الطلاق أمامها، ولكن قلت لأبي إني طلقت زوجتي، هل يقع عليها الطلاق وهي في الحيض؟ وهل تحسب لها طلقة؟ لأنني قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق أن طلاق الحائض من البدعة وأنه لا يقع، وجهوني يحفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يجب على الزوج أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق حتى ولو غضب حصل بينه وبين زوجه أي خلاف، ما دام أنه يرغب في زوجته ويريد بقاء الزوجية، ولا سيما إذا كان لها أولاد وانبنى على هذه العشرة تكون أسرة، فإنه يجب على الزوج أن يحفظ لسانه من الطلاق وأن يصبر على ما يلاقي من زوجته من بعض الحالات المحرجة لما في ذلك من الخير والعاقبة الحميدة، ومن أجل تجنب الوقوع في الحرج والمشاكل الكثيرة. أما قضية أنه طلق ثم راجع ثم طلق في الحيض ويسأل عن وقوع الطلاق في الحيض، فهذه مسألة يرجع فيها إلى المفتين، يرجع إلى بعض العلماء في بلده ويسألهم ويتمشى على ما يوجهونه إليه. نعم.